مساء الخير على كل اللي بيتابعونا في كل مكان. النهاردة عندنا حلقة متنوعة من برنامج بيزنس، واللي بتتطرق لموضوعات اقتصادية مهمة زي التأمين والبنوك والصحة وكمان قطاع النقل والطيران. ودلوقتي عندنا تقرير عن احتفالية طيران ناس النقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط بإطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وجدة في السعودية إلى مطار سفينكس الدولي في مصر. وبكده يعتبر طيران ناس هو أول ناقل جوي سعودي بيدشن المسار ده بين المملكة العربية السعودية ومصر. وعلشان تعرفوا تفاصيل أكتر تابعوا معانا التقرير اللي جاي. أود أن أهنئ الحقيقة شركة فراي ناس على تدشينها لمحطة جديدة من المحطات التي تطير إليها في جمهورية مصر العربية. أود كذلك أن أشكر جميع المسؤولين في قطاع الطيران في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي قطاع السياحة وفي جميع القطاعات ذات العلاقة على التسهيلات التي قدمتها إلى شركة فراي ناس السعودية. بدون شك أن هذا التوسع في بين شركات الطيران في البلدين في محطات الطيران داخل إقليم البلدين، ما في شك أنه هذا يعكس حجم العلاقات التاريخية الكبيرة فيما بين البلدين. تعتبر مصر بالنسبة لنا من أهم الأسواق لطيران الناس. مطار سفنكس هو آخر مطار بدأنا أو أحدث مطار بدأنا التشغيل له. حاليا نقوم بتشغيل 3 رحلات أسبوعيا من الرياض وكذلك 3 رحلات أسبوعيا من جدة، وبإذن الله خلال الأسابيع القادمة راح يكون في زيادة كبيرة بأعداد الرحلات من الرياض وجدة، وكذلك إن شاء الله راح يكون برضو في رحلات من مدن أخرى في المملكة إلى المطار. هدفنا في تشغيل الرحلات هو الوصول إلى سوق جديد، سوق ونسهل عملية السفر من مصر إلى السعودية. نستهدف فيه طبعا حاليا اللي هو سوق العمرة، وكذلك في أيام إن شاء الله يعني الحج القادم ننقل منه الحجاج الأخوة المصريين، وكذلك مستقبلا اللي هو تعزيز السياحة لمصر وبالذات موضوع المتحف الكبير اللي راح إن شاء الله بإذن الله يفتتح خلال الفترة القادمة، لأننا راح نشتغل سواء مع إدارة المطار أو مع شركائنا في مصر لتعزيز السياحة وتسويق يعني باقات كثيرة ومن ضمنها أمور تتعلق بالمتحف. ده معناه زيادة الطاقة الجوية الناقلة للسائحين السعوديين إلى مصر، ومعروف طبعا السائح السعودي من أهم السائحين من أهم الجنسيات الوافدة إلى مصر. الشركة هي من شركات الطيران منخفض التكاليف، وفي استراتيجية وزارة السياحة والآثار زيادة نصيب أو حصة الطيران المنخفض من حصة الطيران الناقلة إلى مصر، لأنه هي بالتالي بتزود عدد السائحين، وهذا معدل عالمي في مصر حاليا. المعدل المنخفض من استراتيجيتنا زيادة حصة الطيران العارض إلى مصر.